نساء الأحرار، أيها الحضور الكريم، لقد انطلق عهد جلالة الملك محمد السادس نشره الله بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تم خلق هيئة الإنصاف والمصالحة كنموذج فريد للعدالة الانطلاقية، وألقى جلالته خطاب أجدير الذي تضمن تصوراً جديداً للهوية المغربية من خلال إعادة اعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية وصولاً إلى دسترتها. وفي زخم الإصلاحات أولى جلالة الملك اهتماماً متواصلاً وعناية خاصة بقضية المرأة، تم تتويجها باعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، والتي شكلت حين ذاك ثورة هادئة قياسا بمثيلتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي، حيث جسدت تميز المدرسة الفقهية المغربية القائمة على الاجتهاد، كما وازنت بين التمسك بجوهر العقيدة الإسلامية والانفتاح على الواقع المعيش والمحيط الحضاري، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل ممارسة جلالة الملك لاختصاصاته الدينية كأمير المؤمنين. وقد تضمنت مدونة الأسرة مقتضيات ساهمت في حماية حقوق المرأة والطفل ووضعية الأسرة والمجتمع ككل، من قبيل رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وتقييد الحق في التعدد بضوابط شرعية وقانونية، وغيرها من المقتضيات التي واكبت التطور الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي عرفه المجتمع المغربي. وفي نفس السياق تحققت خلال العقدين الماضيين مجموعة من المكتسبات الأخرى لصالح المرأة المغربية، فإلى جانب ما حمله الدستور ديال 2011 من تكريس للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، تم إقرار مجموعة من الإصلاحات الشرعية على غرار قانون الجنسية التي نص على منح الجنسية المغربية للطفل المزداد من أم مغربية وأب أجنبي، القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يضمن شروط وضوابط الحماية القانونية وآليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف والوقاية من جميع إشكاله، القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي يخول للهيئة صلاحية تعزيز قيم المناصفة والمساواة بين الجنسين وعدد التمييز على أساس النوع، فتح المجال لممارسة النساء لمهنة العدول ابتداء من سنة 2018. هذا بالإضافة إلى مجموع من المقتضيات المتضمنة في القوانين الانتخابية التي كفلت نوعاً من التمييز الإيجابي لحضور تمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات. مناضلة الأحرار، حضرات السيدة والسادة، إن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول لحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس. غير 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 أن عقدين غير إذا سمحتوا لي غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضاً
من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بأذن قضائي. لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء الاستثنائي في مقاصده تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله. فمحاكم الأسرة تمنح الإذن بالزواج لعدد كبير من القاصرات رغم تقييد زواجهن بموافقة استثنائية من القاضي، حيث تحول الاستثناء إلى قاعدة. وفي نفس السياق، تحولت مسألة ديال الولاية الشرعية في بعض حالات الطلاق إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطريقين. فمثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غايتها، ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز. وقد أبى جلالة الملك نصره الله إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيل الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، حيث أكد جلالته في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها، وذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها. نساء الأحرار، وأنا أحضر جمعكن هذا، لا يسعني إلا أن أتمن تجاوبكن مع الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة. ولي اليقين شخصياً أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي بان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين سيبدع مجدداً إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وترقي إلى مستويات الطموحات الحقوقية. أعطيني واحد ثلاثة ديال الدقائق نكمل. لذلك عليكم اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية لعشرين سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة تماشيا مع طلب صاحب الجلالة. وفي هذا السياق أدعوكم داخل الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل قبل ما تم شهر يونيو القادم على إصدار كتاب أبيض يتضمن إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة المقترحات الكفيلة بتحيين الرزمنة القانونية الخاصة بالمرأة وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية. سيصبح هذا الكتاب
بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب العرض السياسي والأرضية التغافعية للتجمع الوطني الأحرار فيما يخص قضية المرأة. حضرات سيدة السادة، ونحن نستحضر كافة التجارب المقارنة، فإننا واعون أن التشريعات والقوانين وحدها لا تكفي، لأنه من الضروري الارتقاء بمنظومة التربية والعمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام، والعمل على إدماج المرأة كشريك في مسار التنمية وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي. وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، كتعمل الحكومة على تفعيل دور المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسر والمرأة وتحيل آليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها. وتماشيا مع هذه الدينامية، فمن الضروري أن يتم مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاة الأسرة والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، بحكم أن واقع الحال يقتضي أنه إلى جانب المقاربة التشريعية فمن الضروري وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية مبنية على انخراط ذوي الاختصاص من خبراء في علم النفس، في علم الاجتماع، علماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية. مناضلة الأحرار، أيها الحضور الكريم، في نفس سياق شعار هذه القمة تمكين المرأة رافعة لمغرب مزدهر، فإن الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة. وستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة التي تهم دعم المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز ومحاربة العنف وتمكينها من حقوقها الاقتصادية. كما جعلت الحكومة التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتها. في هذا الإطار كتعمل الحكومة على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء كهدف أساسي في السياسة الوطنية اللي كتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة. كما كنشتغل إن شاء الله من خلال استراتيجية مندمجة على تقوية صمود الأسرة المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة، وذلك مقاربة وفق مقاربة كترتكز على ثلاثة المحاور الأساسية، فيها الإحداث ديال البيئة ديال الاجتماعية ذكية ودامجة كالمساواة والتمكين والرياضة، وكذلك العمل على تكريس الأسرة كوحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة. هذا وإننا مقتنعين أن إعادة الاعتبار للمرأة المغربية لا يمكن فقط في تتمين أدوارها اقتصاديا واجتماعيا، بل يمتد إلى التمكين السياسي لكي تساهم المرأة بنفسها في صنع القرار. وفي هذا الإطار أهنئكم داخل حزب التجمع الوطني الأحرار قيادات مركزية وجهوية ومناضلات ومناضلين على اختياراتكم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من خلال الدفع بنساء الأحرار لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية. فمن نساء التجمع الوطني الأحرار نجد اليوم 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية. صفقوا عليهم. تجمع الأحرار عنده تجمع لا تعفاك كمل لا تعطيني دقيقة. تجمع الوطني الأحرار عنده اليوم 18 رئيسة ديال الجماعة، عنده جوج رئيستي مجلسين إقليميين،
كما تتولى نساء الأحرار عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقفوا نشوفكم، وقفوا لله. وقفوا عليهم لأنه إذن كتولى نساء الأحرار عمودية ديال أكبر مدينتين، العاصمة الرباط والعاصمة الدار البيضاء، كتولى كذلك رئاسة جهاد قلمين. فينا يا مدام بعيدة؟ هيا وقفي سلموا عليك وسكسوا عليك. هنيئا وربعة ديال المستشارات بمجلس المستشارين كاينين معنا، و17 نائبة في مجلس النواب إضافة إلى وزيرتين في الحكومة. وبهذا كيكون الحزب قد استوفى المقتضيات القانونية وتجاوب فعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية والسعي نحو المناصفة اللي أقره دستور المملكة. أيها الحضور الكريم، مناضلة الأحرار، في الختام أستغل هذا الجمع ديالكم لأتمن مجدداً هذا المبادرة ديالكم، وحثتكم على مواصلة تعميق النقاش من خلال مثل هذه اللقاءات. زيدوا منهم، كتفوا منهم، إضافةً إلى انخراطكم الجدي والمسؤول في النقاش العمومي. فمغربنا لن يتمكن من رفع التحديات إلا بالجمع. إذن قلت بأنه مغربنا ما يتمكن من رفع التحديات إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، وهذا لن يتأتى إلا بضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات. ذلك أن تحقيق مغرب التقدم والكرامة اللي بغى سيدنا الله ينصره يبقى رهين المكانة الذي سيوليه مجتمعنا للمرأة وبمدى مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.